سيوة أرض الأسرار والطبيعة الخلابة، في أقاصي الجهة الغربية من وادي النيل وقع تاريخ في غرام الجغرافيا، فانتخب لهما بقعة أسطورية أسماها الفراعنة سخت آم، أي أرض النخيل، يسكنها ما يزيد على 33,000 نسمة، وتضم بين جنباتها معابد وجبالا وحكايات من أزمنة الأقدمين. سيوة نداهة تفتح أبوابها لليوناني والعراقي وللبولندية والهولندية ولأجانب آخرين ومصريين كثر يعيشون جميعاً في واحة تعيش فيهم. My name is Christos Papadopoulos. I'm a Greek. I live in Egypt since 2007. And I work as a director of the Greek Cultural Center. And also sometimes I teach Greek as a foreign language in the University of Cairo or University of Al-Azhar. سيوة يعني واحة موجودة في الصحراء في وسط طريق القوافل القديم، وبها عبادة أمون، ولها إرث ثقافي وتراثي كبير مميز عن باقي الأماكن اللي حولها. عشان كده قال حاول يجي لها قمبيز الفارسي، وعشان كده قالها الإسكندر الأكبر المقدوني. You know that Alexander the Great, he was Greek and Macedonian. I was born near to his city in Salonika. Salonika, my city, is the name of his sister. احنا عارفين في أواخر العصر الفرعوني وبداية اليوناني تم دمج الآلهة المصرية مع الآلهة اليونانية، فأصبح اسمه زيوس أمون. من المصريين بيطلق عليه أمون، من اليونانيين بيطلق عليه زيوس. Zeus in Greece was at this time the father of the gods in Olympus. Amun, it was the same for Egyptian gods. That's why they make the connection between these two gods and they believe it was the same goddess. معبد الوحي ومعبد أم عبيدة يرجع بناء تاريخ بنائه إلى الأسرة 26، وأم عبيدة الأسرة 30، وبني لعبادة مين؟ أمون. والإسكندر الأكبر جه طبعا الرحلة الطويلة المشهورة بعد ما أسس الإسكندرية، وصل هنا وكان عنده استشارات أو عدة أسئلة، فطبعا في ذلك العصر طبعا بيلجأ إلى مطرح أو أماكن اللي فيها النبوءات، وكان طبعا وحي أمون في سيوة أحد أهم ثلاثة نبوءات في العالم القديم. وحي دودونا ودلفي في اليونان، وحي أمون في سيوة. When he died, to be buried, buried here in Siwa. As we know from the history, it doesn't happen at first. He was buried in Alexandria. A lot of people in history, there are written sources that said that Alexander the Great was buried in Alexandria. A lot of people visited his tomb at this time, but after the first centuries, lost his tomb. And now is the big secret of the world. Where is his tomb? We wish to be in Siwa. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.